مرحبا بكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس المميز، درس 109 مع كلمة مهمة جدا، كلمة bridge. سوف نشرحها بالتفصيل وأهم المرادفات فقط في دقيقتين. أما الآن اضغط على إعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس مباشرة حين نشرها. كلمة bridge تأتي بمعنى جسر جيد. bridge المثال الأول: within two hours في غضون ساعتين. within two hours في غضون ساعتين. The bridge was passable. كان قابل للمرور. كان الجسر قابل للمرور. Within 2 hours the bridge was passable. إذن within 2 hours the bridge was passable. كرر هذه الجملة 5 مرات بلفظ الصحيح وبصوت مرتفع حتى أتقنها بشكل جيد، واكتبها في كراسك أيضا. Within 2 hours the bridge was passable. نأخذ المثال الثاني: We have crossed this bridge before. لقد عبرنا هذا الجسر من قبل. We have crossed this bridge before. لقد عبرنا هذا الجسر من قبل. We have crossed this bridge before. ممتاز. كررها بصوت مرتفع حتى تتقنها. We have crossed this bridge before. We have crossed this bridge before. ممتاز. مرادفات كلمة bridge: عندنا مرادفة واحدة viaduct جسر viaduct. أما الآن ضع كلمة bridge في جملة، ضعها في جملة واكتبها في التعليق حتى استفاد منها آخرون وأنت تتدرب على كيفية استخدام كلمة bridge في جملة. جيد جدا. أما الآن انتهينا من هذه الحلقة، انتظرونا في الحلقة القادمة، حلقة 110 مع كلمة مهمة جدا أيضا وهي كلمة brief. سوف نشرحها بالتفصيل، كلمة مهمة جدا أيضا كلمة brief. وانتظرونا كل يوم سبت مع اختبار لكل 10 حلقات سويا، سوف نراجع الكلمات ونأخذ أمثلة عليها ثم نجري اختبار كل يوم سبت. لهذا السبب اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى تحصلوا على جميع الدروس والاختبارات مباشرة حين نشرها، ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو لجميع أصدقائكم. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في حلقة جديدة.